اكتب الاسماء في شات روم شات ده. طيب أيها الطالبات رحمكم الله، أذن الله إليكم. في هذا الوقت وفي هذه المادة، مادة علوم القرآن، نحن وقبل ذلك، يعني قبل أن ندخل إلى صلب الدرس، أريد أن أعرف نفسي أولا، حتى إذا سألتكم، يعني سألتكن يعني الآخر من مدرس في هذا العلم، فقلتن لا أدري، هذا شيء غريب. فطالبة عليها معرفة المدرس، يعني مهما يعني ليس هناك ثمن في الاسم، ولكن نتعرف بيننا، هذا المهم. اسمي دارس مونو، أنا يعني أصلي أنا قديما من باليمبانغ، ولدت في ساكو، هذا اسم كوريا هناك، سنة 1990 في شهر مارس، ثاني من مارس، وأنا تخرجت في بكالوريوس أو في ستراتا الأول في معهد العلوم الإسلامية والعربية، وكذلك في الآن جامعة العليا العقيدة في كاليندر جاكرتا الشرقية، وتواصلت أو ألتحق دراستي، إلى ماجستير في كلية الدراسات العليا في علوم لعلوم القرآن بتيكي في جاكرتا سنة 2012، وتخرجت في سنة 2015، ومباشرة إلى مرحلة الدكتوراه في سنة 2016، والحمد لله بنعمته تتم الصالحات، أنهيت دراستي في مرحلة الدكتوراه في 2019، يعني 2019، الحمد لله. لا أدري لماذا هذا، ولكن كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. والحمد لله أيضا أنا أسكن في جاكرتا في كاليباتا، عربتنا يا طالبات كاليباتا، جاكرتا جاكرتا جنوبية. نعم نعم، الحمد لله أنا بعيد عن الفيضانات وماذا البنجير هذا. الحمد لله لي زوجة واحدة وابن واحد. والآن مركز في تعليمي كنا، وكذلك أسست معهدا إسلاميا، معهد المعهد عالي يعني لدراسة اللغة العربية وعلوم القرآن عبر الإنترنت، أونلاين، كلية أونلاين يوجد في معهد دارة القرآن، وهناك أيضا معهد في باليمبانغ واحد، إن شاء الله نبدأ في هذه السنة. وأيضا أنا يعني كلف ببعض الأمانات في المجموعات واتحادات الدعاة، يعني أنا أمين في اتحادات الدعاة الشباب في إندونيسيا الآن. على كل حال، إذا كان هناك شيء غير
واضح أو زيادة المعلومات فتسألي مباشرة لي. طيب أيها الطالبات، نحن في هذه المادة، هل عرفتنا ما هي مادتنا اليوم؟ علوم القرآن. نعم، علوم القرآن. هل لديكن الكتاب؟ PDF. نعم، PDF. هل ممكن واحدة منكن من عنده PDF هذا أن تعرض لنا هذه PDF؟ نعم أستاذ. نعم، من عنده، من عندها هذه PDF؟ أنا هذا قط. أنا شير سكرين يا أستاذ. نعم. علي. طيب خلاص يا علي. طيب قبل أن ندخل، هل مرت عليكم علوم القرآن في المستوى السابق يا طالبات؟ هل عندكن هذه المادة؟ نعم أستاذ. في مستوى في مستوى كم؟ ثاني. مستوى ثاني. يعني. ثم؟ رابع. مستوى رابع. والآن يعني مستوى خامس. والمستوى الثالث غير موجود، علوم التفسير سيم لا. نسيت أستاذ. هذا ما يسمى مصيبة الإجازة. إجازة يعني عطلة طويلة، قد أنسى كثير من الطلاب والطالبات، حتى هناك اصطلاح كما ولدتها أمها، يعني يوم ولدتها أمها يعني لا يذكر شيء. لا، هذا نصيحة لي ولكن جميعا. صحيح يا طالبات، لابد من كثير من المذاكرة. تفضلي يا عليا. أنا أمسك ماسي سديكت لادين. نعم. طيب ماذا عرفت من علوم القرآن يا طالبات؟ أنا أريد أن أسأل نسمة. تفضلي يا نسمة، ماذا عرفت من علوم القرآن؟ لأن قد مرت عليكن في مستوى الثاني ومستوى الرابع. الإندونيسيا أستاذ. كيف بإندونيسيا؟ علوم القرآن adalah ilmu yang membahas tentang semua yang masalah-masalah yang berkaitan dengan Al-Quran. Seperti tajwid, mewujud tajwid di ulum Al-Quran? Lah. Bukan, apa ya? Seperti نعم، ما شاء الله. إذن مما فهمت أن علوم القرآن هي العلم التي أو الذي يتحدث عن ما يتعلق بالقرآن، صحيح أم لا؟ نعم. حقيقة وهو يتعلق بأصول، يعني أصول القرآن، يعني أصول تفسير هكذا، يتعلق بعلم القرآن، يتعلق بتفاسير القرآن، كيف فسر القرآن، ما هي الآلة، هذه ما يسمى بعلم الآلة. يعني كيف ندري القرآن ونحن لا نعرف علوم القرآن؟ طيب أريد طالبة أخرى تشرح لنا يعني نبذة أو قليلا من مما
arfatha. Uridu taliba arin, arin najibah. Tafadhali. Ma'ada arafti min ulumil Qur'an? Ma huwa ulumil Qur'an? Qur'an yang ilmu fiha Qur'an mubahis hukmu au nuzul Qur'an au nasakh wal mansukh wa ghayr dhalik. Tayyib, syukran laki. ما شاء الله أشرح الوافي ولعل يعني نحن نفهم ماذا قالته آنفان. يعني ذكرت أن علم القرآن علم في تحدث عن النسخ والمنسوخ وسبب النزول وغير ذلك. طيب هنا في الغلاف أمامنا اليوم يعني في هذه الشاشة هناك كتاب. هذا الكتاب أحبه. هذا لابد أن نذكر أولا أحبه. يعني كلمة الأحب مفتاح لسعادة. يعني حتى نحن نشعر بسعادة عندما نتعلم هذا العلم. ألفه الشيخ المؤلف الكبير في هذا الزمان وله مؤلفات كثيرة في علم القرآن. ويكاد هذا الكتاب يعني لا يتكلم عنه الباحثون، لا يتكلم عنه ماذا العلماء في علم القرآن إلا ذكر هذا الكتاب. فهمتم يا طلاب يا طالبات يعني عن أهمية هذا الكتاب في علوم القرآن. وقد ترجمت هذا الكتاب إلى اللغات كثيرة. إذا لم أخطئ عندي ترجمة هذا الكتاب، إن شاء الله سأعطيكن ترجمته لكن PDF. لو لم أخطئ يعني. قد أصيب وقد أخطئ، لذلك أدعو الله سبحانه وتعالى ما أخبرت آنفا صحيحا. لو لم أخطئ عندي هذا الترجمة هذا الكتاب، وإن شاء الله سأرسي إليكن حتى تساعد يعني أنتن في فهم هذا الكتاب. طيب استمري يا علي. مقدمه حتى نعلم. فهذا الكتاب الذي بين يدي القارئ مباحث علوم القرآن كانت طبعته الأولى استجابة لرغبة بعض إخواننا لتقديم أبحاث مختصرة من إذن هذه الأبحاث في هذا الكتاب مختصرة. ما معنى مختصرة يا طالبات؟ ringkas. نعم، ليس طويلة جدا وليس قليلة جدا، لكن مختصر هذا متوسط بينهما عن أهم مباحث علوم القرآن. أي لنعلم هناك المباحث المهمة التي لا بد لنا أن نعلمها كالطالب العلمي في علوم القرآن. ويستطيع شبابنا المسلم الذي لا يتسر له التعمق في الدراسة الإسلامية أن يجد فيها من الثقافة اللازمة، أي ثقافة يعني معلومة قليلة عنها حتى نحن لا يعني لا يقال آنفا مثل الصبي الذي لا يعلم شيئا. لا، فالطالب أو الطالبة لابد أن يعلم هذه العلوم، ولا سيما أنتن يا طالبات في دراسة الإسلامية لعلوم القرآن، صحيح أم لا؟ استيو هذا ماذا نقول بالعربية؟ دراسات الإسلامية لعلوم القرآن الحكمة، يعني قبل يسأله الآخر الناس يسأل عن علوم القرآن، ما هو علوم القرآن؟ هكذا. ومنذ لقائي أنا
هذا العلم ولا سيما في دراستي في دراسه العليا يا في الماجستير انا يعني بدا ان احب هذا الكتاب وهذه العلوم لان عندما نحن نتعلم ونتكلم ونبحث عن القرآن وعلومه فكأنما نحن نتواصل ونتعمق معاني القرآن صحيح أم لا؟ كيف نحن نعلم معاني القرآن وما سببه سبب يعني سبب نزول آية أو كيف يعني نحن نفهمها إلا بعد دراسة هذا الكتاب و ما يكفيه مؤونة البحث في مراجع هذا العلم ويجنبه عن عناء فهم أساليبها وقد حضر الكتاب على اختصاره في الطبعة برواجي لم أكن أتوقع ونفد من المكتبات ثم حسست بالحاجة إلى الملحة إلى طبعة مرة ثانية فرجعته وتوفر لدي دواعي لتوهيد بعض فصله وزيادة موضوعة أخرى إذن في هذا الكتاب يعني دائما كل يعني طبعات يعني في من هذا الكتاب تراجعت عليه المؤلف قد زادت وقد نقصت ثم تتابع الطلب على الكتاب من رواد الثقافة الإسلامية ومن جهات التعليمية المختلفة التي تعني بهذا العلم و يا طالبة لتعلمنا أن مباحث في علوم القرآن حتى اليوم بعد أن كتب مناع القطان في مباحث في علوم القرآن يكاد لم يكن هناك مؤلف آخر يعني يؤلف كتابا أحسن من هذا الكتاب فهمتنا يا طالبة يعني فكأنما إذا كان هناك كتاب آخر يعني بعد هذا الكتاب فكأن ذلك الكتاب يتبع ويتتابع مناهجه من هذا الكتاب هكذا يعني من ميزة هذا الكتاب هكذا فلم أجد بدا من إخراجه من طالب سابعة مزيدا وإن كان زيادة هذه المرة أقل من سابق من سابقتها وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله نافعا مفيدا ويرزقنا التوفيق والسداد هذا هو المهم في فهم كل علم نحتاج إلى التوفيق والسداد يعني حتى الله سبحانه وتعالى يوفقنا في هذا العلم أي ما فهمنا من هذا العلم موافقة ما أراد الله سبحانه وتعالى طيب بعدها هذا والتعريف بالعلم وبيان نشأته وتطوره ما هو القرآن يعني من حيث المعجزة أي أن القرآن الكريم معجزة الإسلام الخالدة التي لا يزيدها التقدم العلمي إلا رسوخا في الإعجاز أي بمعنى لو تتبعنا آية القرآنية وتتبعنا كلام الله سبحانه وتعالى معانيها وكل ما في القرآن فوجدنا فيها من الإعجاز الإعجاز بعد الإعجاز الإعجاز فوق الإعجاز كثير جدا فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن على رسولنا من؟ محمد صلى الله عليه وسلم لأي شيء؟ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى الصراط المستقيم هذا هو غاية الأولى يعني هذه هي غاية الأولى في إنزال القرآن إلى البشر من خلال جبريل الأمين إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أي يكون هداة للناس يخرجه من الظلمات إلى النور وأيضا إلى الصراط المستقيم أي دين الإسلام فكان صلوات الله وسلامه عليه يبلغه لصحابته وهم عرب خلاص فيفهمونه بسليقتهم أي بمعنى أن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهم القرآن فهما صحيحا
كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا التبس عليهم فهم آية من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. من ميزة صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا وجدوا شيئا لم يفهمه فسألوا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. بخلاف نحن إذا عرفنا شيئا قليلا عن مثلا علم فسأل أحد يا أستاذ يا أستاذة ما معنى كذا وما حكم كذا فنحن لا نعلم حقيقة يعني عن مجموعاتها لكن نعلم قليلا فقلنا نعم هكذا فنحن نفتي بغير علم هذا هو مشكلة كثير من الناس يدعي نفسه بأنه العلماء ولا يعلم شيئا ويفتي بغير علم هذه مصيبة فوق مصيبة مصيبة الأولى لأنه لا يتعلم ومصيبة الثانية لأنه يدل الناس بغير علم فهمتنا يا طالبات لابد أن تسألي إذا لم تفهمي وهناك حديث ما رواه شيخان وغيرهما من أن ابن مسعود قال لما نزل هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس أي بمعنى عندما نزلت هذه الآية يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الصحابة كانوا يشعرون بيعني إبع ويعني صعوبة لماذا؟ لأن من لم يظلم مثلا نحن يا طالبات قد نظلم في الوقت نظلم على أنفسنا المفروض في وقت الغداء نحن نأكل ولكن كم من طالبات تأخرت عن الغداء صحيح أم لا؟ لا يا أستاذ لأن ليس مشغول بفيسبوك ولا بجوالات ولكن مشغول بتلاوة القرآن ومراجعته إن شاء الله هذا هو الأحسن والأفضل وكم من إنسان ظلمت نفسها صحيح أم لا؟ لذلك شعرت ذلك الصحابة يعني كانوا يشعرون بشقة يعني بصعوبة فقالوا يا رسول الله وأيانا يعني من منا لا يسلم نفسه إنه ليس الذي تعنون أي النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم في أذهانكم ليس هو الذي مراد في هذه الآية هذا من مثال التفسير تفسير النبي يعني فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية من القرآن الكريم ثم فسر ذلك بآية أخرى فهذا الحديث أيضا دليلا على القواعد في تفسير بالمأثور يعني تفسير آية القرآن بالقرآن أو آية القرآن تفسير القرآن بالمأثور فقال هذا إنه ليس الذي تعنون أي بمعنى أن الظلم الذي ما فهمتم من هذه الآية ليس هو الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يعني لقمان ماذا قال لقمان وقال لقمان لابنه وهو يعيده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إنما يذكر بظلم في ذلك الآية قد ذكرت أيضا في آية أخرى في سورة لقمان لو لم أخطئ في الآية يعني 13 إنما هو الشرك أي بمعنى أن الشرك الذي يجعل الناس في النار يعني يأخذ الناس إلى النار هذا الظلم وهو بمعنى الشرك إن الله يغفر يعني ماذا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني أن الشرك هذا ذنب كبير اجتنبوا سبع موبقات والأولى وهي الشرك بالله وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر لهم بعد الآية أي إذا تتبعتم يعني إذا قرأتنا يا طالبات في الصحيحين أو في صحيح البخاري مثلا هناك باب تفسير القرآن أي بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر القرآن منها هكذا
ورواية أخرى أخرج مسلم وغيره من أن أقبة بن عامر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على منبر أي هذا في حالة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب أمام الناس وعدوا لهم ما استطعتم من قوة إذن ما معنى قوة هنا هل قوة هذا بمعنى قوة اقتصادية هل قوة هذه بمعنى قوة جسدية هل قوة هذه بمعنى قوة يعني عقلية فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بمعنى قوة في ذلك في تلك الآية وهي القوة الرمي ما معنى الرمي ما معنى لأن في زمن النبي ما معنى رمي هذا ya memana atau melempar bisa dakhil yani fi hadhil ma'na karena fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwa yani min aqwa silah li muharabatil a'da wa huwa ar-ramyu ar-ramyu wa imma ar-ramyu bis sihami aw ramyu bi ar-rumhi ma mana rumuh tombak ya وحرص الصحابة على تلقي القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه وفهمه وكان ذلك شرفا لهم والحمد لله أظن بعد كنا من حفظ القرآن حفظ القرآن مصطلح حافظ أو حافظة هذا مصطلح متأخر أما مصطلح السابق حامل القرآن لكن إذا كان هذا مصطلح الآن موجود فيه يعني تشابه مع حامل يعني صبي يعني حامل القرآن لا أنا ليس حامل أنا حافظ كذا يعني الناس قد يختلط في هذا الشيء أنا أظن حافظ أفضل صحيح أم لا دائما حامل القرآن يعني حمال القرآن لماذا حمال القرآن لأنهم يحملون القرآن في صدورهم هكذا عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا أي عظما أي بمعنى أنه اجتهد وتحمس ويعني كل شيء يبذل كل جهده لتعلم هذه السورة الكريمة ومن قرأ هذه سورة في بيته لم يدخل في بيته الجن والشياطين إن شاء الله وحرص ذلك على العمل به والوقوف عند أحكامه أي بمعنى أن الصحابة كانوا إذا تلقى القرآن أي بمعنى حفظ القرآن في كل آية يعمل بها مثلا آية أن حك الذكر أن الصحابة كانوا يعمل هذه الآية ثم بعد آية أخرى ولم يترك كل آية إلا عملت بها يعني عمل هذه الآية هذا من ميزات الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه بخلاف نحن كثير ما حفظنا ولكن نحن يعني عملنا قليلا منها فإن شاء الله نحن نحاول بقدر أنفسنا أن نعمل ما فهمنا من القرآن الكريم وذلك ماذا؟ مفتاح عمل بالقرآن وهو مفهوم بالآية القرآنية صحيح أم لا؟ مفتاح العمل متى انتهينا يا طالبات؟ حتى لا أظلم وقت مدرسين الآخرين إلى أين ننتهي؟ إلى أي ساعة؟ ما شاء الله أنتنا حافظات في الأوقات يعني المواد الدراسية طيب هكذا يعني الصحابة حرصوا يعني على العمل بالقرآن والوقوف عند أحكامه بمعنى كل أحكام مثلا تحريم الخمر الصحابة يبادرون في العمل بهذا يعني بأن يتركوا الخمر حتى إذا نزلت هناك القصة عندما نزلت آية الحجاب مثلا
fa sahabiyat la la ba'daha la tamlik yani as-sitar atau al-hijab li li liyasta aurat auratihinna lidzalika wa hiya ya'khudh yani ay shay hatta hunaka min ghilaf li sarir aw ghilaf li madha li sitar li al-bayt ya'khudh hatta yughatti auratihinna hadha min dilalati anna as-sahabat wa sahabiyati kanu ya'malu bil Qur'an wal wuquf inda ahkami nastamir ba'daha wa hunaka riwayah an Ibn Abdul Rahman As-Sulami annahu qala haddathana alladhina kanu yaqra'una al-Qur'an ka Uthman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima annahum kanu idza ta'allamu min an-nabi 10 ayat lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-ilmi wal amal qalu fata'allamu al-Qur'an wal ilma wal amal jami'an masyaallah masyaallah ajib yani ma fa'alahu nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa 'allama ashabahu ha min hadhihi riwayah nahnu nastati an na'lam anna Uthman bin Affan ya Uthman bin Affan mashghul bit tijarah walakin hafiz Quran Allahu Allah khalifah al-arba'ah Abu Bakar Umar Abu Bakar Umar Uthman wa Ali kulluhum huffaz Quran kulluhum hatta nahnu yani madha narghabu fi dhalika nawaddu an nakuna mithlahum mashghulun fi umuri dunya yakunu khilafa yani khalifa yakunu amirul mu'minin yakunu yani yudabbiru shu'unal nas ha mashghul bit tijarah masalan bi madha Uthman bin Affan walakinnahu aidan hafizul Qur'an alimun bil Qur'an wal amilun bil Qur'an masyaallah taala Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Allahumma rizqna al-amal bil Qur'an wa lam ya'dhan lahum Rasulullah SAW fi kitabati shay' anhu siwa al-Qur'an ay khashyata ay yatalabbas al-Qur'an bighayrihi idan fi bidayati na'am fi bidayati nuzul Qur'an anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam la ya'mur ashabahu bi kitabati ahadithihi fahimtuna ya talibat mal muradu bidzalika khashyata yatalabbas ay bima'na hatta la yadkhul la yudkhil mathalan as-sahabatu al-ahadith an-nabawiyyah alladhi laysa lahu al-'ilaqa bil Qur'an yani laysa dakhil bil Qur'an hatta yani la yudkhiluhu fi dhalika hadha yani murad min nabi sallallahu alaihi la taktubu anni ghair al-Qur'an atau fi ma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam walakin la ya'ni bidzalika bi anna sahabatu kanu la yaktub al-ahadith hadha huwa bal ba'duhum yaktub wa yahfaz ala zahri al-qalbi masyaallah ala zahri al-qalbi maslu Abu Hurairah hafiza al-ayat hafiza yani ahadith kathira 5000 hadith wa akthar kam hafiztunna ya talibat yani min al-ahadith al-arbaun al-hadith al-arbaun hafiztunna labud yani idza antunna tad'ina yani ana taliba fi dirasat islamiyah fi al-hikmah labud hadha kana hiya madha baina al-arba'un wa baina al-hikmah hadha mutarabit ihfadhiha mahma yani ibda'i min mutuniha ibda'i min mutuniha fa innama a'malu binnat wa innama likum ri'in ma nawa faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi faman kana hijratu li dunya yusibuha wa muratin yunkiha fa hijratu ma hajar ilahi masalan taib Ruya atau rawa muslimun an Abi Sa'id al-Khudri anna Nabi SAW qala la tuktubu anni wa man kataba anni ghair al-Qur'an falyamhu yani falyamhu yani
فليمسح أي بمعنى أن الصحابة أيضا كانوا يكتبون الأحاديث والقرآن معا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يأمر أصحابه بأن يقدم بمعنى أن يفضل القرآن أول بكتابه حتى لا يعني لا يترك عنه شيئا من القرآن. وحدثوا عني ولا حرج، ما معنى ذلك يا طالبات؟ وحدثوا عني أي بمعنى نعم النبي صلى الله عليه وسلم لا 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 لا, لا يأمر بكتابة أولا، ولكن الأحاديث التي سمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم يجوز بقراءته وبذكره إلى الناس هكذا. مثل نحن مثلا، نحن الآن هل منكم من يكتب ما تكلمت آنفا؟ أظن لا، يعني لأن الآن بتقدم تكنولوجيا قد يجعل الطلاب أو الطالبات كسلان. يا أستاذ موجود في يوتيوب، أنا لا أكتب إن شاء الله بعدين وبعدين وماذا سادرnya itu ya ماذا akhir الفصل يعني akhir فصل نعم قل akhir فصل وتراكمت المعلومات وتراكمت الفيديو خلاص يعني أنا يكتب ولا شيء إن شاء الله. أما قال الإمام الشافعي الإيم صيد وكتابته قيد، قيد سيودك بحبل الواثقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها طالقة. لا 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 تترك العلوم يعني بدون شيء، طيب بدون كتابة يعني. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، بمعنى من قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا قال هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس مصدرا منه فهذا يعني جرأة كبيرة أو شيء الكذب العظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نحذر يا طالبات. ماذا مثال ذلك؟ مثلا نحن لم نحفظ الأحاديث كاملة بمتونها فتقولين في آخر حديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لي يعني كي نحن لا ندخل في هذا الحديث، كي نحن لا ندخل في هذا الحديث، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا لفظ يا طالب، هذا حفظ متواتر معنى ولفظا، هذا الحديث متواتر معنى ولفظا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ما شاء الله. لذلك إذا قلتن مثلا أنتن تخطب أو ماذا تنصح نصيحة أو تلقي محاضرة وتذكرين حديث نبوية ثم في وسط خطبتكن يعني في نصيحتكن نسيت فتقولين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى يعني kurang lebih seperti itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Tayyib. Walain kana Rasulullah SAW qad adhina li ba'di sahabati ba'da dhalika fi kitab al-hadith fa innama yattasilu bil Qur'an dhalla ya'tamid ala riwayati bit talqin fi ahdi Rasulillah SAW. Ma ma'na zalika ya talibat? Anna as-sahabatu kanu yata'allamuna al-Qur'an ala tariqati talqin. Ma hiya tariqati talqin? Ya Ifa Amalia. نعم أستاذ. ما هي طريقة التلقين؟ التلقين هو المدرس يقرأ أولا وثم طلبه هكذا أستاذ. يعني المدرس أو المعلم يقرأ كذا ثم بعد ذلك يتبعه المتعلم، يقلده المتعلم، هذا ما شرحت آنفا؟ نعم. طيب فقط سؤال، لأن السؤال يطلب الانتباه يعني.
طيب شكرا لك يا إيفا أماليا وجزاك الله خيرا كثيرا وزادك الله الإيمان إن شاء الله. يعني بتلقين هذا تلقين قد ترك كثيرا من الأمة الإسلامية. مثلا نحن ماذا عندما ندرس الدرس في القرآن الأفضل هو بتلقين. مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فالمتعلمون أي يعني الطلاب يقلد ما قاله الأستاذ أو ما قاله المدرس، هذا هو بتلقين. فهذه الطريقة ليس فقط من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يبدأ من رسول، ولكن أيضا يبدأ أيضا يعني يتواصل إلى جبريل عندما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي في بداية لا يستطيع أن يقرأ القرآن، يعني لا يقرأ كتابة العربية. وكيف يستطيع ذلك؟ يستطيع يعني قراءة القرآن عندما يقلد ما قاله الجبريل. فالنبي ليس فقط يحفظ رواية واحدة، وإنما عشر روايات، يعني عشر روايات كثيرة يا طالبة، مثل ما نحن نحفظ القرآن لكن ماذا عشرة مرات، لكن هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه. طيب ثم وفي خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يعني في عهد رسول وفي عهد أبو بكر وعمر، هذا الطريقة ما زال مستمرا إلى زمان عمر الخطاب. جاء خلافة عثمان رضي الله عنه، واقتضى الدواعي. أما اقتضى الدواعي بمعنى بحاجة ماسة إلى شيء آخر، يعني التي سنذكر فيما بعد، إلى جمع المسلمين على مصحف واحد. مصحف، جمع المصحف ليس فقط في زمن عمر، في زمن عثمان بعفن، ولكن قد بدأ جمع المصحف في زمن أبي بكر رضي الله عنه، عندما في قتال، عندما يعني كثير من حفاظ القرآن أو حمال القرآن قتلوا في معركة قتال المرتدين في اليمن، يعني كثير من المرتدين في ذلك الوقت، حتى ماذا هناك كثير من المعركة واستشهدوا كثيرا، يعني قتلوا كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانوا حفاظ القرآن، مثل سالم مولى أبي حذيفة مثلا حافظ القرآن، ثم كثير من الصحابة الذي حفظ القرآن قتلوا واستشهدوا في تلك المعركة. وفي في زمن أو في عهد خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه بدأ عثمان يعني يكتب على مصحف واحد، فتم ذلك وسمي بالمصحف الإمام، وأرسل النسخ منه إلى الأمصار، يعني إلى الأمصار هذا بمعنى إلى المدن، إلى الكوفة، إلى البصرة، إلى مصر، إلى المدينة، هذه نسخت ونشرت، هذا كتبت ثم نشرت أرسلت إلى تلك المدن، وسميت كتابته بالرسم العثماني. هذا هو إذا سئل أحد، إذا سألك أحد لماذا سمي الرسم عثماني؟ ما الإجابة يا طالبات؟ يا عيناي، لماذا سميت الرسم عثماني؟ عيناي، صحيح أم لا هذا الاسم؟ صحيح أستاذ. نعم. سميت كتابه بالرسم العثماني لأن في عهد عثمان بن عفان. ماذا لأن في عهد عثمان بن عفان؟ إذا جمع في، نعم ممكن يعني جمع في أو كتب في زمن عثمان بن عفان على طريقة مخصصة. يا طالبة أليست
qira'atul Qur'an hiya ala sab'ati ahruf, sahih am la? Qira'atul Qur'an hiya qira'ah kathira jiddan. Kisai, Ibnu Katsir, Qalun, kathir qira'at, Hafs, ثم قراءات كثيرة جدا و حين ذاك المسلمون اختلفوا يعني قال أن رواية مثلا ابن مسعود أكثر أو أفضل من رواية أخرى من رواية أخرى أن قراءة كذا أفضل من كذا اختلفوا حتى جاء عثمان بن عفان جمعوا هذه المصاحف مصاحف يعني بكثرة قراءتها بمصحف واحد ما يسمى بمصحف عثماني أي بمعنى أن مصحف عثماني يستطيع أن يقرأ بقراءة سبعة أحرف فهمت يا طالبات أي بمعنى إذا هناك مثلا أنا أقرأ بقراءة الحفص إنما أقرأ هذا رسم عثماني هذا المصحف برسم عثماني أستطيع أن أقرأ بقراءة حفص وإذا كان وإذا كنت يعني أقرأ بقراءة قالون مثلا أستطيع أن أقرأ كذلك هذا من ميزات يعني من ميزات رسم عثماني نستطيع أن نقرأ بسبعة أحرف ونسبة إليه ويعتبر هذا بداية للعلم رسم القرآن إذن هناك علم ما يسمى رسم القرآن فأنت يا طالبا إنما أنت مثلا في خاصة في هذا المادة عندما أنا أعطي أسئلة نحو القرآن فلا تكتب يعني القرآن آية القرآن هي بغير هذا الرسم أي قلدوا رسم عثماني أو قلدوا الكتابة على قواعد رسم القرآن لا تكتب كما تشاؤون ولا يعني بغير قواعد يعني قد نفتح ثم كانت خلافة علي رضي الله عنه فوضع أبو الأسود الدؤلي بأمر منه قواعد النحو يعني يا طالبا في زمن يعني في زمن ماذا في زمن عثمان بن عفان كانت كتابة القرآن بغير حركات بغير الحركات كيف يعني كيف نحن نستطيع أن نقرأ القرآن بغير هذه الحركات إن شاء الله بوجود الحركات فقط مع ألوانها مع بياناتها أخطأنا كثيرا صحيح أم لا وهذا بدون الحركات فجواب ذلك أن في ذلك الزمان في زمن الخليفة عثمان بن عفان وصحابة والتابع والتابعين كانوا يقرأ القرآن على مشايخهم والمشايخ يعني والأساتذة في القرآن يلقن القرآن يعني فقط يعني المصحف ليس مصدر الأول في قراءة القرآن ولكن مصدر أول في قراءة القرآن في زمن القديم وهي التلقين لماذا قرأت كذا؟ لأن أستاذي يعني قرأني هكذا لكن يختلف الآن لأن الناس تطوروا ولا أدري هل من كنا من عنده سند مثلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن ولا سيما أنا لأن أنا ما عندي يعني سند إلا أنني ممكن أتعلم من العلماء ومن الدارسين يعني مدرسين الذي تتواصل يعني ماذا سلسلة تعلمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى طيب وأبو أسود الدؤلي صنع يعني حركة لكن ليس حركات مثل هذه يعني أين ليس هناك مثل حركات مثل هذا فتحة في سطر هكذا ثم إذا كان الكسر هكذا لا
ولكن نقطة فقط، نقطة. إذا كان هو فتحة نقطة في 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 الأعلى، إذا كان كسرة نقطة في السفلى، وإن كان نقطة وإن كان ضمة نقطة في المقدمة، هكذا. هذا صنعه أبو أسود الدؤلي. صيانة يعني صيانة لسلامة النطق وضبط للقرآن، ويعتبر هذا كذلك بداية لعلم إعراب القرآن. ما شاء الله، من القرآن يتولد يعني من القرآن يتولد علوما كثيرة، منها رسم القرآن ومنها علم إعراب القرآن. لذلك يا طالبات، عندما أنت بعد يعني تكتبين أنت تكتبين مثلا بحث سكريبسي، من المناقشين من يسأل إعراب القرآن، يعني إعراب مثلا كلمة في العربية، ما إعراب كذا، ماذا نقول ماذا نقرأ. ومن المؤسف يعني كثير من الطالبات أو من الطلاب لا يقرأ جيدا، ولا سيما لا أدري ما الإشكال ذلك، هل كانت يعني صعوبة جدا مثلا في تعلمه، أو ممكن طريقة التعلم ليس يعني مناسبا له. يعني قد يكون لأن أنا يعني يا طالبة، في ذهني أنا كل الطلاب والطالبات زكية، يعني زاكيون وزاكيات، ليس هناك طلاب يعني غبي أو طلاب جهال، لا، كل الطلاب والطالبات أزكياء، صحيح أم لا؟ كلنا أزكياء. ما دلال ذلك؟ دلالة يعني قد أنجحتم من مستوى سابق، يعني مستوى الرابع، صحيح أم لا؟ هذا الدليل الأول. والدليل الثاني، قد تواصلتم إلى مرحلة الجامعية بعد أن يعني تخلصتم وأنجحتم من مرحلة الثانوية أو المرحلة العالية، صحيح؟ هذا الدلالة. والدلالة الثالثة، هذا غريب يعني غريب قليل، عندما أنت تسمع كلاما من الأستاذ وأنت لا تفهم ما قاله الأستاذ، فوجدت يعني رأسك مصاب بالصداع. يا أستاذ، عندما سمعت صوتك أنا أشعر بالصداع. لماذا يا أستاذ؟ بمعنى أن عقلك يشتغل، يعني يشتغل يريد أن يفهم ماذا قال الأستاذ، والأستاذ يتكلم بسرعة وطالب لا يفهم ماذا قاله الأستاذ، هكذا. أستاذ ممكن يتحدث بسرعة وبمصطلحات غير مفهومة، يعني صداع أيضا من دلالة الأزكياء، يعني صحيح أم لا؟ موافقون يا طالبات؟ هل شعرتي الآن بالصداع ولا لا؟ إذا سمعت صوتي وشعرت بالصداع بأن أنت أزكياء، يعني لكن بخلاف النوم، أما النوم هذا خلاص يعني كل الناس نوم. أستاذ، لماذا عندما سمعت صوتك أشعر بالنعاس؟ لا، هذا ليس من دلالة أزكياء، وإنما دلالة التعب، يعني ربما من الطالبات من يراجع القرآن بقيام الليل ويراجع الدروس، يعني ومن الطالبات من يساعد والديه والديها في التجارة مثلا، ليس منا من العائلة الأغنياء، ولكن من منا من يعني من غير ذلك. إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى وفقك وماذا هداك وجعلك من الناجحين، من الناجحات. طيب، بعدها يا أختي أولياء، استمر الصحابة يتناقلون معاني القرآن وتفسير بعض آيات على تفاوت فيما بينهم. لتعلم يا طالبات أن مستويات الفهم الصحابة ليس مستوى واحدة، pemahaman para sahabat pun tidak dalam satu posisi ya. Yani mukhtalifat. Faminhum man aktsaru istima'an wa aktsaru yani hafdzul Qur'an, ya mislu
Abu Bakar Umar wa minhum min ashabati man hafidha qalilan min al-Qur'an ka Khalid bin Abi Khalid bin Walid wa sahabatan akhar yani hafidha al-Qur'an qalilan faqat li'annahu kathir mathalan wujuduhu fi maidan al-ma'rakah lidhalika hadha yusabbibuhum wa laysa kullu aidan kullu sahabati sahula fi hifdh al-Qur'an wa minhum man shaqqa alayhim bi hifdhihi يعني أن الصحابة تفاوت قدرتهم وما يعني وما فهمهم وتفاوت ملازمتهم لرسول الله لماذا لماذا أبو هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس كانوا أكثر حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنس بن مالك لماذا Dimada ya arin najiba amali. Arin au arin. Ayyatuha taliba arin. Azunnu arin ya ni. Lianna arin ada. Mustalah. Naam. Limaza as-sahabatu mislu Abu Hurairah akthar ilman yani akthar hadithan ruya anhum an Nabi sallallahu alaihi wasallam limaza as-sahaba mislu Abu Hurairah Abi Hurairah wa Abdullah ibn Mas'ud wa Abdullah ibn Umar wa Anas bin Malik aktsaru sahabah fi riwayat hadis an Nabi SAW. Limadha? Hadha muhim ya talibat, limadha? Qad sa'alaka ahad misal. Limadha? Ba'du sahabatu hafidhu katsir min al-hadis bal hafidhu al-Qur'an. Wa hunaka man yani hatta nahnu la nurwi an Khalid bin Walid an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hal dhukira zalika ya talab ya talibat ya kad ghair mawjud yani ba'da na'am yani masalan fi ba'da riwayat walakin lam azkur yani sahih am la. Nah, limaza ya Arin? Bilughati Indonesia, kenapa para sebagian sahabat itu banyak hafalan hadisnya? Nah, ukalimuki bilughati al-Indonesia. Mungkin karena hadis itu kan dari perkataan-perkataan ya, Ustaz. Nah. Perkataan Nabi atau perkataan sahabat. Nah, bukan dari awal hingga nanti itu kan pasti ada, jadi tidak pernah berubah. Sedangkan hadis cara penyampaiannya atau dari orang ke orang itu kan kadang bisa berubah-ubah, makanya kenapa hadis itu banyak dihafal oleh para sahabat itu mungkin karena hadis bisa hilang atau kalau apa ya, kalau misalnya tidak diamalkan terus bisa musnah gitu, betul kan Ustaz? Ya, syukran jazakillahi khairan katsiran. Yani al-jawabu zalika الجواب ذلك يا طالب لان هذا الصحابه صحابه يعني ان صحابه ان صحابه الذي اكثر سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اكثر ملازمه karena lebih banyak bergaul dengan Nabi, makanya banyak hadisnya. Misalnya anti masalan indama anti maza aksar
mulazama ma'a ma'i matalan. Kasir min akwali yani hafiz hafiz di. Walakin idha man yani indahu ماذا لا يلازمني في كل دروس مثلا لا يسمع كثيرا هذا هو ماذا الدليل فهمت يا أخدي نعم أستاذ إن شاء الله نعم لكن جاوبك آنفا يعني صحيح طيب لحظة يا طالبات طيب نستمر وتناقل عنهم ذلك تلاميذهم من التابعين إذن هذا هو أنت لابد أن تعلم ما وجدت من هذا يعني من هذه الجامعة لابد أن تعلم لماذا؟ لأن العلم عندما أخبرت آخرين عندما علمت الآخرين بعلم الذي وجدت فالله سبحانه وتعالى أن يرزقك البركة في العلم ما هي بركة العلم يا طالبات؟ البركة في العلم وهي عندما نحن نعلم الناس فهذا العلم أن الله سبحانه وتعالى علمنا ما لم نعلم من العلم هكذا فهمت يا طالبات؟ فكم من مدرسين يستفيد أكثر فأكثر مثل أنا مثلا عندما أنا أدرسكن مثلا من هذا الكتاب فأني وجدت الأشياء الكثيرة النافعة المفيدة غير أني مثلا لو تركت هذا العلم لنفسي فقط ولو علم الناس فكأنما علم هذا قليل البركة قليل البركة إذا أنت أردت أن تكونين يعني أن يكون علمك بركة فعلمها حتى نحن في عندما كنا يعني ما زلنا طلاب في معهد العلوم ولا سيما في قبيل اختبارات قبيل اختبارات يعني فهمت يا طيب اختبار هذا مراجعة الكتاب ومراجعة الدروس هكذا نحن ندعو إحدى أصحابنا ونعلمهم نحن نعلمهم يا أخي تعال هل قرأت الدرس كذا وكذا ولا أنا لم أقرأ تعال أنا سأخبرك لأن عندما نحن نعلم فالله سبحانه وتعالى يجعل هذا العلم راسخا في أذهاننا راسخ يعني راسخ هذا ثابت في أذهاننا فنحن لا نحتاج إلى زيادة من حفظ فكأننا أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا التثبت وماذا الراسخ في الذهن عن هذا العلم الحمد لله يعني جاءت أيام الاختبارات فأجبنا الأسئلة بسهولة ما شاء الله ببركتي بعد أن علمنا ماذا الطلاب الآخرين هذا مثال فقط يا طالبات إن شاء الله أنت أكثر مني يعني في تعليمات ماذا في تعليم الآخرين طيب ومن من أشهر يعني المفسرين من الصحابة الخلفاء الأربعة ابن مسعود ابن عباس أبي بن كعب زيد بن ثابت أبو موسى الأشعري وعبد الله بن زبير هذا من أكثر لا يعني بأن صحابة الآخرين لا يفسر القرآن لا يفسر القرآن ولكن قليلا ولكن أكثرهم هذه الصحابة وقد كثرت الرواية في التفسير عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وما روي عنهم يا طالبات اعلم أن هذه الأسماء عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود زيد بن ثابت أبو موسى الأشعري أبي بن كعب هذه صحابة من شبان الصحابة يعني من صغار الصحابة كانوا مثلنا نحن إنما يتعلم القرآن يتلقى القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في
يعني 15 20 من عمرهم. يعني هذه الدلالة بأن أن طلبة العلم لابد أو بحاجة إلى 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 يعني حماسة الشباب. حماسة الشباب يعني وحتى نحن لا يعني إذا كان في وقت كبار في وقت كبار نعم تعلمنا في الصباح ولكن عندما جاء النهار نسينا. ها تعلمنا مثلا في الصباح مثل هكذا أستاذ يتحدث كثير كذا وكذا كذا لكن في 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 ماذا في النهار جاء النهار وسألنا أحد ماذا قال أستاذ لا والله لا أدري ما يعني نسيت ما قال أستاذ. هذا عندما تعلمنا في الكبار، لكن عندما تعلمنا في الصغار، تعلمنا في مرحلة الشباب، إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى ألهمنا ورزقنا حفظا قويا، ذاكرة قوية، صحيح أم لا؟ أنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقكن يعني ذاكرة قوية، عقلا أبقريا إن شاء الله، حتى حفظ القرآن وحفظ الأحاديث وفهم العلوم القرآن وعلوم شرعية وأصول القرآن. وكذلك لا أدري لماذا كثير من الطالبات يعني واجهت المشكلة وهي ضعف في اللغة العربية. لذلك يا طالبات أن مفتاح اللغة العربية هي كثرة حفظ المفردات، لا سبيل ذلك إلا بحفظ المفردات. أستاذ أنا أريد أن يعني أستطيع أن أتحدث اللغة العربية بطلاقة لانشار بحث عربية. السؤال الأول هل حفظت المفردات؟ لا يا أستاذ قال لي لا هي هذا احفظ فقط. أستاذ صعب، لماذا؟ وقت ضيق. يا طالبان ابدأ من الصغير، كل شيء ابدأ من الصغير وابدأ من الأسهل، ليس من السهل، ابدأ من الأسهل. Mulailah dari yang paling kecil sekali. Kalau ada bahasa satu huruf, hafalin yang satu huruf tuh, hafalin semua. Mulai lagi yang dua huruf, ya harfain. Wa'ibda' minal ashal, ma huwa sahadun laki. Wahya al-kalimat allati tata'allaku bid-dirasat atau bi amada bil mada fi hadal mustawa. Apa sih mufradat yang ada di mustawa ini? Saya hafalin. Ustaz, limaza ana la astati an ahfaz? Waqad bada'tu minal ashal waqad bada'tu minal aswan. Ibda mimma tuhibbina. Masya Allah, ibda mimma tuhibbina. Ma'ada tuhibbina minal lughatil arabiyah. Ibda. Ustaz, ana uhibbu masalan kira'ah, kitab, silsilah al-arabiyah. Ibda min zalika. Ustaz, ana uhibbu kitab ulumul Qur'an, mabahis fi ulumul Qur'an di mana al-Qattan. Ibda min hadha. يا طالبات أن كانوا يعني العلماء السابقين مثل ماذا مثل البخاري مثلا الإمام البخاري كان يراجع يقرأ كثيرا ماذا صحيح البخاري كم مرة في اليوم. مما عرفت يعني مما تذكرت أنه مرة يعني 60 مرة يعني كل يوم هكذا يراجع لأنهم يحبون هذا العلم. مثلك أنت مثلا تحبين أن تنظري فيسبوك دائما في بعد النوم فيسبوك، قبل النوم فيسبوك، قبل الأكل فيسبوك. لا إن شاء الله ليس هذه طالبة التي إن شاء الله طالبة أخرى ليس في هذه الجامعة. طيب نستمر. أما التابعون وقد كثرت في رواية عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، أبي بن كعب،
Wa ma ruwiya anhum la yataḍamman tafsiran kamilan lil-Qur'an wa innama yaqtasir 'ala ma'ani ba'd al-ayat la'ilai bima'na sahabatu kanu la yufassiruna katsiran min al-Qur'an jami' Qur'an la wa innama ba'd ayatin faqat. Jadi tidak semua ayat itu ditafsirkan oleh para sahabat, la. Wa yufassir faqat bi tafsir ghamid wa tawdihi majmaliha. Jadi yang ghamid, yang enggak jelas itu yang ditafsirkan. Amma tabi'un fashtuhira minhum jama'ah akhadu an as-sahabah ushtahadu fi tafsiri ba'd al-ayat. Fashtuhira min talamid Ibn Abbas bi Makkah, summa hunaka aidan ka Sa'id bin Jubair wa Mujahid wa Ikrimah maula bi Ibn Abbas. Ma ma'na maula ya talibat? Maula. Maula, maula. Ana uridu an as'al la tujib, la tujib. Uridu an as'al lina nur jannah. Ya lina, ma ma'na maula? Oh, intaha. Insyaallah intaha al-waqt. Insyaallah. Tayyib, naktafi bihadha, naktati bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah al-adhim, ana astafikumna yani akthar min al-mafrud. Naktatim hadha wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Khairan Ustaz.